السلام عليكم، مرحبا وسهلا يا جماعة الخير. اليوم راح يكون عندنا مقطع مزاد المطفرين ولكن بشكل مختلف. والله مقطع اليوم جاني صدفة، ما كنت ابغى انزل مزاد المطفرين ولكن انجبرت شوي اني انزل مزاد المطفرين. اتوقع انجبرت يا جماعة الخير، انجبرت لانها ما هي موجودة من ضمن الجدول حقي اللي انا ماشي فيه في القناة. المفروض ينزلكم يا جماعة الخير المسابقة اللي كانت في المقطع اللي فات اللي انا ورايد بخصوص القناة، واللي ما شارك ارجع تويتر ترى راح نبدا اذا نزل احد، راح نبدا الاثنين وعندك اسبوعين. اتمنى لك التوفيق. ما فهمت؟ بعد ما تخلص المقطع هذا كله راح المقطع اللي قبل راح تعرف. طيب يا جماعه الخير، مقطع اليوم راح نعرض فيه رنج سبورت. والله ما ادري هو سبورت ولا هذا، احس اني ماشي رنج سبورت تبع متابعين انت. قسم بالله العظيم مو بيد، والله العظيم حس موضوعه كبير يا جماعه الخير، لكن راح تعرفون كل شيء. قبل ما نبدا في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات. حبيبي وعزيزي المتابع، شكلكم تبغون شعر صح؟ اتوقع انتم ما يجيب راسكم الا الشعر عشان تحطون اشتراك ولايك. يقول لك حي الكريم اللي مع الطيبين يجود، تلقى البشاشه في محياه مرتسمه، يحب المراجل مثل ابوه وجده العود، وتربى على الطيب واخذ فيها قسمه. يقولك لا طريت اسمك اني اقول ما عليكم زود، للمرجلة ضغط على اللايك والاشتراك يوقف شعر جسمك. عز يا مال العز، اضغط اشتراك وانجوي في المقطع. جات الخير، اليوم عندنا اعلان يا جماعة الخير لتطبيق STC بلاي، اكبر منصة للجيمرز والمهتمين في الالعاب واللي فيه كل شيء تحتاجه. سحوبات ومسابقات كل اسبوع للمتفاعلين داخل المنصة، ودائما يقدمون بطولات وتحديات وتعاونات في عالم الالعاب بجوائز كبيرة. وعندهم برضو زيادة متجر الكتروني يقدم فيه جميع البطاقات اللي تتمناها او تحتاجها، بلاي ستيشن وايتونز وشدات ببجي واي شيء يجي على بالك بعالم الالعاب برضو باسعار رخيصه. وهذا المتجر الخاص فيهم اللي يوفر البطاقات الرقميه برضو يوفر الاجهزه الالكترونيه. عندهم قسم اسمه استكشف، تقدر من خلاله مشاركه ارائك وخبراتك او لقطات من العابك، تابع الناس المهتمين في عالم الالعاب وانجازاتهم الكبيره، وراح تلقى برضو محتوى حصري لجميع مشاهير الالعاب اللي في راسك، وعلى رأسهم تحدي المعلومات. اكتشف أكثر وسجل الحين، تقدر تسجل بأكثر من طريقة بسهولة. عندك التسجيل من طريق جوجل أو تويتر أو فيسبوك، يا رجال حتى إيميلك تقدر تسجل فيه دخول. زيادة على كذا برضو هذا الحساب الخاص فيني اللي موجود داخل STC بلاي راح يكون فيه تلميحات المزاد المطفرين الأيام الجاية، لا تنسى تتابعني داخل التطبيق وانتظروا التلميحات. رابط التحميل راح تحصلونه في الديسكريبشن ونكمل المقطع. الخير، سلام عليكم، كيف حالكم طيبين؟ الله يجمع الخير. في شيء غريب اللي طالع جمعة الخير مصلاة الجمعة إلا يكلمني أبو عبد الله، ما اعرف ابو عبد الله، هذا هو ابو عبد الله، اتوقع كلكم يعرفه، ممكن شافه في سنابات، اللي تابعوا سناباتي شافه. طبعا ابو عبد الله بعطيكم نظام، يجي السعوديه يحلف علي في اشياء وانا ما بيها، انا يا تصمل معي صمله اني ارفضها واطاق معاه واطرده حرفيا. بعد خير قال لي شيء غريب، والله العظيم شيء غريب مره، قال لي يا اسامه انا في راسي حركه. قلت وش هي؟ في راسي حركه لو ضبطت انا بخسر والله يوفق الفايز. يعني بقول ابي اتصل لك عشان يا ولد ادري يقلب علي شيء مو من عاداته، ولكن تعرف الواحد لازم يضل حقه فقط على اليوتيوب، عالم السوشيال ميديا لازم تضمن حقك. كتبت له هلا، كتب لي هو هلا، قلت له ابي اتصل لك عشان ابيك تتكلم على الفكره. قال اي وقت يا اخوي، يعني اتصل اي وقت. اخي ذولي مع فلوس ذولي، الله يرضى والله يبربك يعني. يا ابي بتعود على الفلوس يا جماعه الخير. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني الامور زينه، ولكن يعني ما توصل المرحله دي. فكره اليوم غريبه 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 غريبه، انا عارف قاعد تشوف مقدمه اول مره تشوفها صح، ولكن والله فكره اليوم غريبه، لازم يتصل. اقول له اتصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. هلا مرحبا يا شيخ، تو قلت لي في السياره، انا ما كنت مركز، الحين لازم اسجل قدام الناس انك انت قلت لي في السياره وانا ما سجلت. الحين جاء الدور انك توضح وش الفكره بالضبط، وهل انا مطالب ولا ماني مطالب لو راحت السياره؟ انا مش مطالب. وش الفكره؟ الفكره بلسانك ابو عبد الله. اول شيء الفكره ما فيها، انا فكرت اسوي شيء جديد. اول شيء دوم انت تعرض اشياء رخيص جدا جدا جدا، ناس مو تصدق، عرفت ولا لا؟ أيه. الفكره بتكون ان في مرات في اشياء غاليه اسعارها نوعا ما تكون رخيصه، فالناس تقول اكيد فيها خراب، اكيد فيها عطل، اكيد يعني فاهم علي، الفكره غلط هذه. سبحان الله مرات تلقى اشياء تنعرض بمبلغ، طبعا المبلغ اللي انا عرضته الحين وايد 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 يعتبر ولا شيء، لكن من كم من يوم صادفنا موقف. أيه. وهذا الموقف يعني حرك فيني شيء، بس ابغى اوصل حق الناس فكره ان في اشياء مرات صدق تلقاها بارقام تكون نوعا ما وايد اوكي، فانت روح افحص اسعى سوي شيء، فاهم علي؟ طيب ابو عبد الله وش هي السياره عشان اكد بس؟ سياره رنج. حلو. ايوه سبورت. حلو. اوتو بي جرافي فول تحول اس في ار كامل عشان نكون في الصوره، يعني ما نقول انه هو الموتر اس في ار، مش اس في ار، اوتو بي جرافي محول كامل اس في ار، كنت اصلي عليها برا لما مشوها قليل والله ما تذكرتها، فانا اشتري وابيع، فاهم علي؟ إيه. سياره من فتره، اللي متابعيني في السناب بالتاكيد راح ابشرك صوره اني الحين توني قريب وبيطلع لك تاريخ متى كنت شاري السياره.
السياره انا. ان شاء الله ما حد يطلع من المتابعين سنابي يعرضون السياره، لان خوفي من هالموضوع. عرفت تروح بعشرة. طيب سعرها 10,000 ريال اللي راح تعرض فيه ابو عبد الله. وش هو؟ انها تنعرض موقع حراج بارقام الامارات. حلو الكلام؟ اوكي. الفاز ب 10,000 درهم، يستلم ال 10,000 وتروح في سبيل الله، انا ما ابغاه عندي. حلو الكلام؟ خلاص تم ابو عبد الله. الله يعطيك العافيه. شيء ابغى اوضحه قدام الكاميرا، واتمنى انك تفاد الكلام يا اسامه. وش هو؟ والله العظيم يا جماعه ان مكسب هذا الريال بالنسبه لي انا صراحه، وانا ما سويت هذه الحركه عند اي شخص ولا اي حد انا اعرفه. ترى ابو عبد الله هذه يمكن ما حطها ابو عبد الله. ابو عبد الله تكفى، يمكن ما حطها ذي، بعدين يقول ايش في ذا يرفع لنفسه، فهمت؟ حاط مقاطع الناس يمدحون ولا شيء. لا لا لا، هاي كلمة حق لازم أقولها أسامة، لأني أنا هذا الشيء ما كنت بسويه عند أي شخص إلا أنا واثق فيه، وأنت من الناس اللي أنا واثق فيه، لأن في ناس بتقول والله يمكن هذول يسوون حركة ولا شيء، هذا كلام واضح منطقي. وأنا مثل ما تقول خلاص حطيتها، والله يبارك في الشارع. الله يسلمك وعد الله، هذا وطي أحرجتني يا ولد. سلام. وإن شاء الله أما قريب راح نسوي مسابقة قوية، يعني حطون حسابهم، بس المسابقة مش يوتيوب، بتكون في السناب، سنابي وسناب بإذن الله، وسحب بيكون أي شيء كبير بإذن الله. بإذن الواحد الأحد يا شيخ. ابدا وانا اخوك. ابو شيء اخر شيء. يلا اسلم. لا تنسونا باللايك والاشتراك. هذه حركات يوتيوبر جديد. الله يعطيه الف عافيه. جماعة خير، اقسم بالله العظيم ترى ابو عبد الله كذا صدبري طالع من الصلاه. انا لا اسامه بعت لي فكره، قلت وش الفكره؟ قلت الحين بيقول فكره مشروع شيء فيه فلوس، ايش رايك اعرض الرنج ب 10,000 ريال؟ لا مو 10,000 ريال، معليش 10,000 درهم. شو عبد الله صاحي انت؟ قال والله اسامه عادي يا محلاه صاحي انت. قال يا ابن الحلال انت سوي مالك دخل، عشان كذا قررت اتصل عليه قدامكم ونبدا. يا جماعه الخير، في شخص تواصل معي. السلام عليكم، اخوي عارض رنج سبورت للبيع. مرحبا، كتبت له. وعليكم وعليكم السلام، شراكم بالزخرفه. والله انه مو مني، اي كلاود شبكت مع البيت و... عليكم السلام، حياك الله. لا تنقذون على الزخرفه يا عيال، لا تنقذون تكفون. حياك الله. اي نعم، ممكن صور الموتر؟ صور الموتر ارسلها لي ابو عبد الله، قول له ابشر. ايوه هذه صور موتر، والله الموتر حلو ما شاء الله. جنب الكرفان المشكله حق ابو عبد الله. ايوه وصلت الصور يا جماعه الخير، ما شاء الله، لا اله الا الله ما شاء الله. ايش قال ابو عبد الله؟ والله اني نسيت مواصفاته. الموتر في السعوديه؟ لا في الامارات. اوكي، اللي تواصل معي برضو يا جماعه الخير شخص اماراتي، متاكد انه ب 10,000؟ اي نعم اي نعم ب 10,000. انت وين موقعك؟ في ابو ظبي. عارف يا عبد الله انا يا ابو ظبي. احس مستغرب يا الربع. انا مستغرب. انا اسوي ذا المقطع انا من لخم، احس فيه كذب، احس الموضوع مو حقيقي، والله العظيم احسه خيال. كم امشي الموتر؟ والله ابو عبد الله ما اعطيتني كل التفاصيل. ثواني بقول يلا رد ابو عبد الله. ما في اتصال في الامارات صح؟ ابو عبد الله كم ممشى الموتر؟ كم ماشي؟ ايوه اتصل عليه. ابو عبد الله كم ممشى الموتر بسرعه، في واحد يكلمني. 150 160. طيب خلاص تم. في صبغه ولا ما في ابو عبد الله؟ صبغ تحويل اكتب بس. يلا زين، صبغ تحويل. جماعه الخير والله شيء مربك. يا كلو خذوه، يقرا الرسائل. يا ويلي احس الموضوع يا اخي شيء قوي مره مو طبيعي. ايوه بس السعر يا اخي مش معقول. طيب هذا السعر والله انه مو معقول. سعر اللي ابي ابيعه يا جماعه الخير، والله اللي بدأت ارتبك. شوفوا طيب هذا السعر اللي ابي ابيعه فيه 10,000 اذا ودك. ناخذ معاه اتصال؟ اي والله خلنا ناخذ معاه اتصال. اذا تبي تتصل تتاكد اتصل. قراها يا جماعه الخير، ظنكم يتصل؟ هذه هديه من ابو عبد الله، هو كل مره يجيب لي شيء، مره هذه، مره سبحه، مره قبل ما راح اقول لكم جاب. بس اول مره جاب شيء كبير وانا رفضته، صار يجيب لي اشياء صغيره. ها خذ اسامه دولار ولا درهم؟ ايه مو مصدق، قايل لكم يا الربع درهم اماراتي. حتى لو دولار خمسة كم؟ 10,000 دولار فيها 37,000 ريال، يعني 37,000 درهم. اتصل فيك، حياك الله. حياك الله يا اخي، لما تبيع شيء مو لك والله العظيم انه ربكه. برقم اماراتي 971. لو اتصل علي بيعرف صوتي؟ بالامارات وراعي سيارات ورنج، ما اتوقع. والله العظيم يمه ابو عبد الله، في واحد اتصل علي، خليك قريب لمي عشان تعطيني بيانات السياره، وش في السياره، وش فهمت؟ بس انت خليك لمي قريب، لان والله في اشياء ما افهمها ترى مره. ايوه اتصل. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله. بخير ابشرك الحمد لله. انا اللي كلمتك قبل شوي في الواتساب. حياك الله. بخصوص الاعلان يا اخي، اكثر هالسعر. اي 10,000 10,000 درهم. 10,000 مش معقوله يا اخي، 10,000 درهم. طيب هذا السعر المطروح فيه واللي نبغى نبيع فيه يا شيخ. السياره فيها شيء يعني فيها عطل ولا شيء؟ لا ما فيها لا عطل ولا شيء، عليك الفحص بعد. متاكد ها؟ اي متاكد. زين شو اسمه انت، وين موقعك؟ انا موقعي في ابو ظبي. وين يعني؟ في الشام ها؟ لا في شو اسمها اسم المنطقه ناسيها، ثواني. ما علينا، ما علينا، اللوكيشن ان شاء الله تلقاه. ما علينا. خلاص يا اخي بسالك سؤال، يعني انت قبل كل هذا
هذا إيه؟ تبغى تعرض موتر كيف؟ اعرض موتر يعني مش معروف ولا شيء يعني عندنا في الامارات، اعرض اكتب عليه ماكينه زن ولا شيء الف فيها شوي برضه ب 10,000. ليه؟ هذا موتر معروف عندنا يعني. موتر مين ذا؟ واحد معروف في الامارات ما تعرفه؟ واحد يصور رحلات يطلع بالكربان وعنده روز وعنده الرنج هذا بالثوره، الامارات نعرفه ترى. والله شوف اذا انت عاد تبي تشتري اشتر وانا اخوك. اذا تبي تشتري وانا اخوك اشتري. اعرف الرجال هذا، ابو عبد الله بعد ثمانية طرشتها. اوكي اللي تبي انا اقول لك هذه. انت تنصب علينا انصب على ناس ثانيين عندك هناك برا. اللي يريحك انا اخوك سعره انا ماني جاي اكذب عليك اللي يريح 10,000 ريال. يا حبيبي انا اعرف الموتر هذا، اعرف الريال مشهور يعني في الامارات، اعرف انا. طيب تمام خلاص هو مشهور الله يوفقه، السعر 10,000 ريال وانا اخوك، انا ما ابغى اطول الكلام معاك. انت تبغى تنصب علينا انصب على ناس ثانيين. اللي الموتر معرفه، اعرض لك فيتشن، اعرض لك كامري، لا تقعد تعرض لنا الموتر رينج ب 10,000 مليون تبغاني احول لك 10,000 انا. اللي تبغى وانا اخوك ابدا الله يوفقك. لا انت قاعد تنصب على الناس واحذف الاعلان هذا. اخوي انت ما انت مصدق صح المبلغ؟ لا ما مصدق خلاص هذا شيء راجع لك، هذا شيء راجع لك. اليوتيوب 24 ساعة. طيب هذا شيء راجع لك وانا اخوك، السياره ب 10,000 اذا جيب. يا اخي ما عاد ابي ابيعك، خلاص ما عاد ابي ابيعك. طيب كيف؟ ريال يصور موتر ويطلع رحلات، انت قاعد تصور موتر ريال وتعرضه 10,000 بتنصب على الخمس. اللي يريحك وانا اخوك، ما والله ما عندي كلام ازوده الصدق. كيف كيف تعرف صاحب الموتر ولا ما تعرف؟ اعرف صاحب الموتر والسياره معروضه ب 10,000 تبيها اهلا وسهلا يا اخي. مين صاحب الموتر خبرني؟ الله يهديك يا شيخ. خبرني مين صاحب الموتر يا اخي. الله يهديك قل امين. خبرني مين صاحب الموتر. صاحب الموتر خويي وانا عارضه الان ب 10,000. اسمه شو اسمه خويي؟ ما راح اقول لك اسمه. خبرني اسمه. ما راح اقول لك اسمه، اكيد ما راح تقول انك نصاب. اللي ريح. طيب انا نصاب خلاص. طيب ليه مستمر معاي؟ طيب عبد الله ادخل اليوتيوب واكتب عبد الله يطلع لك. اخوي قيمه السياره 10,000 غير ما عندي. كيف؟ حياك عبد القادر من الامارات. حياك الله اخوي عبد القادر، انا عارف رقمك اماراتي، ولكن السياره ب 10,000 تبيها اهلا وسهلا، ما تبيها بكيفك. لا اخوي لا ما نبيها ولا شيء، ريال هني عندنا في الامارات ونشوف موتره ونشوف قناته في اليوتيوب، لا تقعد تقص على الخلق وامسح الاعلان الله لا يهينك، لان الريال هني معروف عندنا في الامارات. اكتب بتخز اليوتيوب الحين وانت معي اخ، اكتب عبد الله كلاس، اكتب بطايق ولا ما بيطلع لك. أبشي. مصور الموتر. أبشي. مصور الكهربان ينبى، المشكله كهربان يطلع في رحلات ينبى واقف. اي شايف الكهربان، بس مو الكهربان اللي للبيع، الرنج هو اللي للبيع. هذا كهربان ابو عبد الله وموتر ابو عبد الله واقف ينبه العقل يعني. طيب اسمع، هو مو الكرفان للبيع، انت تعتقد الكرفان هو اللي للبيع؟ لا لا الرنج، يا اخوي عاد انا وش اسوي؟ عاد انعرض 10,000 وهذا تبي اهلا وسهلا. ما تقعد تلعب على الخلق والله، لا يهمك احذف الاعلان، الريال اللي معروف عندنا. طيب يعطيك العافيه، مع السلامه. مع خير. هذا كلاني بقشوري ابو عبد الله، قايل لك والله الناس بتكذبني. ابو عبد الله بغى يدخل بنيتي يا رجل، هذا موتر شخصي وراتي عندنا رحال. اخ ابو عبد الله خلاص باقي اثنين. تكفى والله اني توترت يا ابو عبد الله. طيب يا جماعه خير، راح اتقهوى مع الاهل ونرجع نشوف اخر اثنين. فالهم توفيق يمه حق الامارات يعرفون. هذا ابو عبد الله دق علي. هلا ابو عبد الله. يمه اتصل علي واحد ابو عبد الله قبل شوي. ايه يقول انه يعرف الموتر ويعرف راعيه. وابو عبد الله ليه تصور جنب الكرفان طيب؟ آه والله كلاري بقشور يا ابو عبد الله. سبحان الله. وش هو؟ ركب وعرف صوتك والله، شوف الفرصه جت لين رجلي. اي والله خله بينصدم. خله انا ترى ما كثرت مع الكلام، قلت له تبيه اهلا وسهلا ما تبيه مع سهلا. قال هذا موتر ابو عبد الله، وصدق ابو عبد الله صدق، تذكرت الكرفان جنبه يا ولد، كرفان معروف عليه اشعار قناتك يا ولد. يا اخي سؤال، يا ما فتحت قناتك كامل من جنب بس قريت لي مكتوب ايش رايك تسوي مقاله ظريفه عندي يوم بتسوي حلقه بطرش لي اياها بقول له شوف. اي ابدا تم السلام عليكم. عبد الله الحق جالسين ينصبون بيبيعون موتر، يا بني ادم يا العاقل يعني كيف بيبيع وانا ما بسوي له ترى. يوم عبد الله توترت. انا صدق ابو عبد الله صدق يوم لاحظت في الكرفان جنبك وفي شعار، فهمت؟ عرفوا انه حق واحد عنده قناه وكذا. نشوف العالم الله يوفق الجميع. يلا ابدا نبدا. خل على حركها. هذا يا اخي كل شوي قاعد يتصلني اتصال هذا. لا ترد. خل على حال. لا ترد. تدري ابو عبد الله شو المصيبه الاكبر؟ حط صورتي انا وعبد الله عرفك ما عرفني، حط صورتي نسيت اشيلها الحين بشيلها. قسم بالله حط صورتي في الواتساب والله. هذه دعوه والدين يسمونها. اي والله المقطع معاك ولو على قولك يتابعني يعرفني يا اخي. اي هذه معاي صوتك معروف. ادري والله عنه. فرصه لان ما
تقول جت على صحن ذهب وما والله ايش تصلي وتجاب السلام طب. يلا يلا خله يا رجال خله 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 على حالك. يلا الله يوفقك الجميع. بعد كم محاوله باقي؟ ثنتين. يلا الله يوفقك الجميع وياك يا رب. طيب يا جماعه الخير انا ما اقدر ما اقدر ما اقدر والله قاعد احس بشيء غريب والله العظيم شيء مولي ما اقدر ما اقدر نهائيا. ابو عبد الله صدق ربي مغنيك الله يكثر خيرك يرزق من حيث لا تعلم يا ربي مغريك انا اذا ربي اغناني راح اسوي نفسي فهمتني ما ارتحت تبون الصدق ما ارتحت في اسامه والله العظيم يا اخي خل واحد يستفيد وابو عبد الله راح يتبرع بالمبلغ هذا موضوع عادي لكن يا جماعه الخير ما ارتحت فارسل رساله اعتذار لابو عبد الله بعد شوي اني ما اقدر واحد ويكفي وزي الواحد ذا طول عشان يكون في واتش تايم واقدر انزل مقطع واحد الحمد لله انه ما صار ثلاث ترى بعض الاحيان اقسم بالله عاد انحرج يا اخويا يرحم والديكم عاد خلاص والله العظيم لا تحرجوني هذه مشكلة لما تخاوي أغنية يا جماعة الخير ترى تتوتر حياتك تختلف ترى فأنا ما حبيت ترى حياتكم يب لا تقدرون توتروني ترى في شيء اسمه مصداقية ذا شيء مهم إذا فقدت المصداقية ما يدرون عي ما يدرون أبو عبد الله غني الله يزيده يا رب شيني أنا قمت أفضحني ولكن أحس شكلي بايخ بيكون مرة شكلي بايخ مرة برضه مسوي إعلان استسي بلاي يعني بابغى والله يا جماعة الخير إيه ركزوا في استسي بلاي ترى ممكن لا إله الله نسوي فيه تلميحات مزاد مطفرين الأشياء الثانية أشوفكم بما الله يا جماعة الخير والله يحفظكم السلام عليكم.